سيقدم القمر المكتمل في شهر سبتمبر عرضاً رائعاً في مساء يوم 17 سبتمبر. لن نستمتع فقط بقمر عملاق أكبر قليلاً من المتوسط، ولكن أيضاً بخسوف جزئي للقمر. في مساء يوم 17 سبتمبر، سيحدث خسوف جزئي للقمر، وسيتحول لون القمر إلى اللون البني المحمر عندما ينزل ظل الأرض على سطح القمر، وسيكون خسوف القمر الجزئي مرئياً في معظم أنحاء أمريكا الشمالية وجميع أنحاء أمريكا الجنوبية وأوروبا وجميع الأجزاء باستثناء الأجزاء الشرقية من إفريقيا والأجزاء الغربية من آسيا وروسيا وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية. أغمق مراحلة، حيث يكون القمر محجوباً بظل الأرض في حوالي الساعة 10:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر. في أوروبا وأفريقيا سيحدث الخسوف خلال ساعات الصباح الباكر من يوم 18 سبتمبر. في لندن ستكون ذروة الخسوف مرئية حوالي الساعة 3:45 بعد منتصف الليل بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم 18 سبتمبر. في الخسوف الجزئي للقمر، يمر جزء فقط من القمر في ظل الأرض، مما يخلق مظهر لدغة ضبابية مقطوعة من سطح القمر. سيؤدي الظل إلى تعتيم جانب القمر المواجه للأرض. يتم تحديد حجم هذه اللدغة من خلال محاذاة الشمس والأرض والقمر. سيغطي الجزء الأغمق من ظل الأرض أو الظل حوالي 3.5% من سطح القمر المرئي، وسيكتسب بقية القمر مظهراً بنياً محمراً قليلاً، حيث سينزل الجزء الأفتح من ظل الأرض الذي لا يحجب ضوء الشمس تماماً على غالبية سطح القمر. كم مرة يحدث خسوف القمر؟ يعتمد هذا على نوع الخسوف القمري الذي تشير إليه. هناك ظلان تلقيهما الأرض في الفضاء، ظل خارجي خافت يسمى شبه الظل، وظل مركزي أغمق بكثير يسمى الظل. تحدث خسوفات شبه الظل للقمر مرتين على الأقل كل عام، ومع ذلك في كثير من الحالات يكون شبه الظل خافتا جدا لدرجة أن معظم الناس غالبا ما يفوتين ملاحظته تماما عندما يحدث. تحدث خسوفات الظل كل عامين أو ثلاثة أعوام، وأحياناً مرتين في عام واحد. نظراً لأن الظل مظلم ومحدد جيداً، يلاحظه الناس عندما يتحرك القمر إما جزئياً أو كلياً داخله. ما الفرق بين خسوف القمر وكسوف الشمس؟ يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر أمام الشمس في مرحلة المحاق، أما خسوف القمر فهو أمر مختلف تماماً. يحدث عندما يمر القمر المكتمل في ظل الأرض. القمر هو رفيق الأرض الأكثر ثباتاً والأسهل في العثور على الجسم السماوي في السماء الليلية. لقد كان إيقاع مراحل القمر هو الذي يوجه البشرية منذ آلاف السنين. على سبيل المثال، تساوي الأشهر التقويمية تقريباً الوقت الذي يستغرقه الانتقال من اكتمال القمر إلى اكتماله التالي، لكن مدار القمر ومراحل القمر قد تبدو غامضة. على سبيل المثال، يظهر لنا القمر دائماً نفس الوجه، لكنه يتغير دائماً في الحجم، حيث يعتمد مقدار ما نراه منه على موضع القمر بالنسبة للأرض والشمس.